اهلا بكم من جديد. فاز الدكتور عبد الرزاق ابو داود الاهلاوي القديم وخالد الزيد لاعب الشباب السابق بمقعدي اللاعبين المعتزلين الهواة لعضوية الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم السعودي. تساوى أبو داود ومنافسه الزيد في عدد الأصوات بخمسين صوتا لكل واحد من أصوات 157 ناخبا صوتوا لأربعة عشر مرشحا. تفاصيل فيما يلي. لا شك أنها تجربة يعني فريدة من نوعها، طبعا جديدة علينا ظاهرة الانتخابات. أنا أتوقع طبعا مستقبلا حتكون حدة التنافس، حيكون فيها يعني ثقافة الانتخاب، ثقافة حتى اختيار المرشح. أتوقع مستقبلا أن الناخب مهما كان ميوله يبدأ يختار من يعني يناسبه أو يحقق متطلباته مستقبلا. يمكن هي في البداية الآن هي عبارة عن تكتلات، لكن أنا متأكد إذا انتشرت عندنا الثقافة هذه اللي هي ثقافة اختيار المرشح الأنسب، أنا أتوقع مستقبلا حتى لو أنا مثلا أنتمي إلى نادي الشباب ربما لن أرشح أي منتخب من نادي الشباب، بل بالعكس أنا أبحث عن الشخص اللي يحقق الطموحات. الجميع غايبة عن المعلومة، غايبة عنه النظام، غايبة عن اللائحة. كان بالإمكان أن تكون هناك يعني ورش عمل تسبق في المناطقية، تسبق هذه العملية الانتخابية، وبالتالي تجاوب أو تعطي الاستفسار للجميع وهو في مكانه. لا شك أنك شاهدت اليوم يعني كثير من اللاعبين القدامى السابقين والحاليين من ينتمون إلى اللاعبين الهوى يصوتون لبعض ويختارون حتى وإن كان ينتمي لنادي آخر قد يعني يعطي صوته لمن يرى فيه يعني القدرة، وإن كانت قد يعني يفوز من يملك الأصوات ويبتعد من لديه القدرة في أو الخبرة أو النخبوية منهم. وضعت صورة الموهوب عبد العزيز الدوسري على غلاف لعبة فيفا الجديدة. هناك من احتج. رافد إسماعيل مدير قسم التعريب في الشركة الوسيطة بين السعودية والشركة الأم يوضح. بالنسبة للغلاف الرسمي هي شركة EA هي اللي بتكون مسؤولة عن هالموضوع، بتحدد مين اللاعبين الأساسيين اللي بيكونوا. أما بالنسبة للغلاف المحلي فكان هو صار في اتفاقية مع الدوري السعودي والشركة المسؤولة عن التسويق الإعلامي الخاص بالدوري السعودي، هنا اللي كان الاتفاق بيناتهم وكان القرار أجا منهم أنه يحطوا اللاعب عبد العزيز الدوسري. اللاعب الأساسي للغلاف هو بيكون من خاص باتفاقية أو عقد مع EA، هو حاليا هو اللاعب ميسي. أما اللاعبين البدلاء أو اللاعبين اللي راح يكونوا هن تابعين للمنطقة المحلية الخاصة بالنسخة أو الإصدار للعبة فبيكون اتفاقياته خاصة مع الدوريات الأخرى، وحاليا هلا إن شاء الله الدوري السعودي هو أول بادرة، وإن شاء الله إذا نمشي بالموضوع بدنا نكمل مع الدوريات العربية الأخرى. صور اللاعبين على الكفر هل هي تلقائيا تجدد للسنة المقبلة ولا يتم في آلية لإعادة النظر فيها وتغييرها؟ لا هي طبعا هذا شيء متغير كل سنة. إذا لاحظت السنة الماضية كان طبعا كان روني اللاعب هو الأساسي على الغلاف، هلا السنة كان ميسي، فبرجع للاتفاقيات اللي بتصير بين الشركات وبين الدوريات طبعا على الأساس. راح نقول لكم كم النتيجة بين النصر والهلال اللي كانوا يلعبون. هذه وقفة مع اليوم الرياضي في دقيقتين. أعلن الاتحاد الآسيوي في تقرير حكم مباراة الأهلي السعودي وسبها الإيراني رفع إلى الدائرة القانونية في الاتحاد القاري بعد أن أشار تقرير المباراة إلى إلقاء جماهير الفريق الإيراني ألعاب النارية على الحكم المساعد. سحبت قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في اليابان شهر ديسمبر المقبل. وضعت تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا في الدور نصف النهائي أمام الفائز من بطلي آسيا ومونتريال المكسيكي.
سجل المنتخب السعودي لمواليد 95 ميلادية الفوز على نظيره الإماراتي بهدفين لواحد في بطولة الخليج التاسعة للناشئين في الكويت. تضم المجموعة أيضا منتخب عمان. وضمن كأس آسيا للناشئين أيضا فازت الكويت على لاوس وتغلب العراق على تايلاند، بينما خسرت صاحبة الأرض اليمن أو اليمن أمام صاحبة الضيافة إيران. وتشهد البطولة اليوم خوض السعودية ثاني مبارياتها ضمن المجموعة الثالثة أمام كوريا الشمالية. كانت السعودية قد خسرت أمام اليابان في الجولة الأولى بهدفين لا رد لهما. في إياب الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي التقي أربيل العراقي مع مضيفه كلينتون الماليزي. كان لقاء الذهاب انتهى بفوز أربيل بخمسة أهداف مقابل هدف. بعد الهلال وأولسان هاجموه اليوم، أرسل صاروخا ليس لمرمى وليد عبد الله فقط بل لآخرين ثم قال اصمتوا. لقطة ختام بلمسات عبد الرحمن العروان وأنا ألقاكم. عمرك ما تقولش صاحو اسكت لو سمحت، اسمع من غير ما تجاوب بلاش نضيع وقت. عمرك ما تقولش صاحو اسكت لو سمحت، اسمع من غير ما تجاوب بلاش نضيع وقت. قول له يا قلبي يوم